انا اعتقد ان التحكيم السنه دي افضل بكتير من السنه اللي فاتت، يعني التحكيم يعني رغم ان برضو في اخطاء وفي اخطاء كبيره بس برضو قال لي كتير قوي عن السنه اللي فاتت. واضح ان في شغل على الحكام، يعني كابتن عصام فتاح شغال على الحكام بشكل كويس، ده واضح في يعني في المحاضرات اللي بتتعمل لهم بشكل دوري والمعسكرات اللي بتتعمل لهم بشكل دوري. بس طبعا هي كره القدم من غير اخطاء التحكيم ملهاش شكل يعني، بس اخطاء التحكيم قلت بشكل كبير. هدف لجنه الحكام وهدفنا ان احنا نقلل اخطاء التحكيم ان هي بحيث لا تؤثر على نتائج المباريات، وحتى لو ده حصل يبقى في اضيق الحدود. ضغوط الحكام هتزيد الفتره اللي جايه في المنافسه على الهبوط، يمكن في فرقتين حسموا موقفهم وفي مركز ثالث هو اللي يعني رايح جاي ما بين كذا فرقه، هي ماتشات الفرقه دي اللي هتبقى فيها حساسيه شويه بالنسبه للحكام. بس المجمل التحكيم السنه دي افضل شويه، ممكن يكون فكره الاثنين المساعدين الزياده اللي تواجدوا في ارض الملعب خدمت شويه الحكام وقللت من عليهم الاعباء اللي بيواجهوها. في اخطاء في التحكيم، في اخطاء، ولكن الاخطاء وارده والاخطاء موجوده واحنا ما بنبررش، ولكن احنا نتعلم من الاخطاء لان الاخطاء بقى لها فترات كبيره جدا، وشايف ان احنا ما بنتعلمش من اخطائنا، واي تجربه بنجربها ما بتبقاش بالنجاح اللي هو الكامل. اعتقد ان احنا جربنا تجربه الفيديو فشلت، بنجرب الحكم الخامس وعندي معلومات ان هي هتتلغي، فبالتالي موضوع التحكيم المنظومه عايزه شويه تظبيط شويه من الكابتن عصام عبد الفتاح بحيث ان هو يقدر يدينا المنتج كامل. الحكم لو ظبط المباراه، المباراه في التوتال بتطلع مظبوطه، ولكن ان هو الحسم بتاع النادي الاهلي هيسهل المهمه شويه، هو بس هتبقى الصعوبه في زي ما قلت لك في الهبوط وفي المراكز من الثاني للرابع. الحكام ما لهمش دعوه الفريق ده خد بطوله او حسم بطوله او الفريق ده بيصارع على الهبوط او لا، الحكم بينزل الماتش 90 دقيقه، او كان مثلا في ماتش خروج المغلوب لو كان في وقت اضافي او بينزل ماتش يحكم ماتش وخلاص ملوش دعوه. فبالتالي ما اعتقدش في اي بلد في العالم ان يبقى فريق حسم المنافسه ده يبقى في راحه للحكام او كده، لكن الحكام في مصر بصراحه لغز محير جدا. اي نعم الاخطاء في كل حته في العالم موجوده، لكن هي عندنا بشكل كبير شويه، وفي نفس الوقت في خطا الحكم ده بيحتسبه في الماتش ده والماتش اللي بعده نفس الخطا ونفس الحكم ما بيحتسبوش. فاعتقد احنا مش عايزين نذبح الحكام، لكن لازم يبقى في تطوير شويه في الفتره اللي جايه، ولازم يبقى في دعم برضه في نفس الوقت ليهم، ما يبقوش هم المنظومه الاضعف في الكره المصريه سواء من الانديه او اتحاد الكوره. يعني ما نحملش عليهم كل حاجه، هم في اخطاء ولازم يعالجوها، لكن هم مش السبب في كل الانهيارات اللي بتحصل للانديه يعني.